هناك اتهامات سيد توفيق بأن وسائل الإعلام الأمريكية كان لها يعني سقطات في تغطية الحرب الروسية الأوكرانية، وتبنت بكل تأكيد وجهة النظر الأوكرانية لحشد الدعم للمجتمع الأمريكي، وطبعا هذه وسائل الإعلام مسيطرة في أماكن عدة في العالم لأوكرانيا، في حين غضت الطرف عن ما تتعرض له أو ما يتعرض له الروس في الشرق الأوكراني، واللي كان أصلا حجة موسكو في هذه العملية. ما رأيك؟ شكرا لحضرتك على الاستضافة، وشكرا لضيوفك الكرام. أنا الحقيقة أتفق مع هذا الرأي. أن الإعلام الغربي عامة، يعني بصورة عامة، عشان يعني في بعض الاستثناءات يمكن القليلة، ولكن بصورة عامة الإعلام الغربي ما كانش عنده يعني ما أسميه أنا بالأمانة العلمية. أنا طبيب أساسا وأستخدم هذا اللفظ كأمانة العلمية في النقل. كنا ننتظر دائما من الإعلام الغربي أنه هو يكون صادق بيوصل، لكن النهاردة أصبح أمر مسيسا بصورة مطلقة، لدرجة أن هناك بعض شبكات الإعلام الغربي مثل نيوز ماكس الأمريكية لسه الكيبل نيوز بتاعتها موقفاها، برغم أنها الرابعة على مستوى أمريكا، لأنها تختلف معها فكريا سياسيا، فما بالك بالحرب في أوكرانيا ومع روسيا. الأمر هنا أصبح انحياز في تصوري بدرجة فقط العقل. يعني ليه؟ لأن حينما يتعارض العالم الافتراضي والميديا مع الواقع يصبح هناك خلل لابد أن نراجع ما يحدث. يعني على سبيل المثال، حينما يصدر الأمر بأن هناك انتصار كاسح لأوكرانيا وهزيمة نكراء لروسيا، لكن على أرض الواقع روسيا مسيطرة على 4 مقاطعات كبيرة بالإضافة اللي واخدها قبل كده، زائد أن هو روسيا عملتها صعدت بدرجة عالية جدا بالنسبة للدولار الأمريكي بعد الحرب، يعني ما قلتش. زاد ان احنا نسمع ان في الغرب ودول اخرى عديدة في مشاكل في السلع مثل البيض والزيت وغيره، في روسيا لم نسمع عن هذه الدرجة من النقص والشح في المواد. فاذا على مستوى الواقع هناك اقدر اقول درجة من الانتصار الروسي حتى الان، ما اقدرش اقول ان هي منهزمة ومسحوقة. حينما يأتي الاعلام الغربي ليظهرها انها فقط منهزمة وكذا، أعتقد في أجندات أخرى مثل محاولة إقناع الناخب الأمريكي بدفع ضرائب للقرارات اللي بياخدوها في هذا الاتجاه.